في اللي لفت انتباهي هذه الكائنات الدقيقة جدا التي أكرمها الله بهذا التصميم الرائع. انظروا أيها الأحبة، شكل الأرجل رفيع جدا وطويل، وشكل الرقبة طويلة. لماذا أحبتي في الله؟ ليعينها الله على التقاط غذائها من الأسماك، من الكائنات التي تجدها في الماء وغير ذلك. انظروا إلى هذه التكنولوجيا المتطورة. لو أردنا اليوم أن نصنع أو نقلد خلق الله لا نستطيع، لأن انظر إلى الجسد كم هو كبير، وإلى الأرجل كم هي رفيعة جدا وطويلة، أطول من الجسد بكثير. من الناحية الهندسية هذا التصميم يعتبر تصميما إعجازيا بكل معنى الكلمة، لأنك عندما تريد أن تصمم شيء كبير يجب أن تضع القواعد تكون كبيرة مناسبة لحمل الثقل. سبحان الله، هذا المخلوق خفيف جدا، هو حجم ولكن قلبه خفيف، عظامه مفرغة من الداخل. سبحان الله، يعني والله أيها الأحبة، هذه الكائنات في كل جزء منها هناك إعجاز يشهد على قدرة الصانع سبحانه وتعالى. ثم لو ذهبنا إلى نظرية التطور، علماء التطور يقولون هذه الكائنات جاءت بالمصادفة. أنا أود أن أتساءل، هذا التصميم الرائع للأرجل والتصميم الرائع للمنقار والتصميم الرائع للرقبة الطويلة جدا، من أين جاء هذا التصميم؟ يعني هذا التصميم إعجازي بكل معنى الكلمة، لأن هذه الرقبة الطويلة الحقيقة هناك ضغط هائل يتركز في منطقة الرأس، لذلك نجد أن تصميم دماغ هذا الكائن مميز. ثم هناك شيء أهم من هذا أيها الأحبة، أن الأدمغة الصغيرة لهذه الكائنات هي إعجاز. لماذا؟ أولاً هي كائنات اجتماعية جدا، تحب وتكره وتعيش في جماعات كما تنظرون، وتعيش في أزواج، ولديها إخلاص، الزوج لديه إخلاص لزوجته ويرافقها طيلة حياته. لديها أحيانا بعض الحسد، أحيانا تعتدي على بعضها، لديها عاطفة الأمومة على صغارها. سبحان الله، صفات بشرية كاملة. أحد أكبر أو أشهر المؤلفين في علم الحيوان يقول إذا أردت أن تعرف حقيقة هذه الكائنات قارنها بالكائنات البشرية، بالأمم من البشر. وهنا أستحضر معكم قول الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.